خلال مباراه مازيمبي الناس كلها اتكلمت ان ميتشو بلغ اللعيبه انه مصاب بالسرطان وكسبوا علشانه. مستر ميتشو يعني كان اتكلم في الاوضه مع اللعيبه وقال لهم ان هو يعني عنده موضوع السرطان ده. فعلا كانت الثقه بدات تبعد بينه وبين اللعيبه بشكل كبير. انا كنت شايف ان هو دي موضوع للتعاطف يعني. وعايز اقول لك ان هو كان بعد ماتش مازيمبي كان مكمل تعاطف اللعيبه معاه هو اللي مشاه. يعني شو مرتضى خد الموضوع يعني ان هو يعني كعندي معاه يعني من اللعيبه فمشى الراجل يعني. قال له انت كده كده مكمل لما تيجي مصر يعني ولما تيجي مصر مشاه. طيب انتوا بلغتوا ازاي؟ مين اللي اتبلغ ازاي؟ كجهاز فني. انا حصل معايا لقطه عمري ما انساها في حياتي خالص وحاططها طول الوقت قدام عيني يعني. بص مستر ميتشو اتبلغ عادي الناس جم وكده كنت انا موجود انا وكابتن عصام ومستر مرتضى دخل الاوضه وكنت انا بصر على كابتن عصام ان احنا نخلص يعني احنا نمشي يعني يعني احنا خلاص الجهاز الفني مشي. فاحمد زاهر بلغنا يعني قال لنا احمد زاهر ده الاداري شخصيته محترمه بحبها يعني. قال لي مستر مرتضى عايزكم تدوا التمرين وبتاع. قلت له اللعيبه مش هتنزل التمرين علشان خاطر يعني ما كانوش لسه عارفين كان داخلين على ماتش تقريبا الشرقيه وكان محتاجين يعرفوا شويه حاجات قبل ما ينزلوا التمرين يعني. فالمهم ما نزلناش التمرين ووقفنا في الاوضه وكان في حوار ما بين اللعيبه ومستر مرتضى. فمستر مرتضى انا واقف انا وكابتن عصام في الاوضه فبدا يقول يعني خلاص الجهاز القديم مشي كله وموجود كابتن سامي الشيشيني وموجود مستر كارتيرون وكابتن سامي الشيشيني وكابتن عمر عبد العزيز. انا خدت الموضوع عادي يعني خلاص ربنا يكتب الخير وكابتن عصام بدا بقى ينفعل وكان متضايق وزعلان يعني. وده اللحظه مشينا كده يعني اتبلغنا كده يعني.